ضابط أمن ممتاز بشرى السريدي من منطقة أمن سيد البرنوصي فرقة المرور. في إطار هذه الحملة التحسيسية اللي كتقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني، هذه الحملة التحسيسية في إطار ديال السلامة الطرقية، كما كتعرفوا ما كاينش شي نشرة إخبارية أو جرائد إلا وكتطرق لمجموعة من حوادث السير المميتة اللي كتروح الضحية ديالها أطفال أبرياء وناس اللي قدروا يكونوا أقرباء ديالنا، الجيران، العائلة إلى غير ذلك. إذا هاد حرب الطرقات اللي كتعرف هاد البلاد ديالنا هي فعلا كتضرنا في القلوب ديالنا، لذلك ارتأت المديرية العامة للأمن الوطني أن ما يكونش دور شرطي المرور هو فقط دور زجري، وإنما هو دور وقائي. الشرطي كينزل الشارع العام، كيدور على المدارس ديال تعليم السياقة، كذلك قمنا بمرافقة مجموعة من المواطنين عن طريق جميع مواصلات وسائل النقل بينها الترامواي. هاد الوسيلة النقل اللي عرفت ازدهار وعرفت شكلت لنا واحد المجموعة يوصلوا للعمل ديالهم، وكذلك التلاميذ أنهم يوصلوا للمؤسسات التعليمية في أقرب وقت وبطريقة اللي هي نقية وسليمة. إذا هذا الدور الشرطي نزل الشارع العام باش يقوم بإعطاء مجموعة من النصائح والمعلومات للمواطنين، للحفاظ على السير الطرقي والمحافظة على حياة الناس، حياة الأطفال، حياة المواطنين كافة، أجل سلامة الجميع. احنا هنا في الشارع العام كنقوموا بهذا الدور الوقائي، كنعطيو الناس مجموعة من النصائح، كنقوموا بعملية ديال العبور ديال المواطنين، منهم المسنين، المعاقين، نساء الحوامل، النساء اللي كيرافقوهم أطفال رضع، المركز تسجيل السيارات، كذلك ركبنا في المحطة ديال الترامواي، قمنا بمساعدة مجموعة من الأشخاص على عبور الطريق، كذلك قمنا بزيارة ديال السد الإداري، كذلك السد القضائي ومركز التوثيق، وكذلك غنقوموا بمراجعة ديال شاطئ النحلة لإعطاء المواطنين والمصطافين مجموعة من المعلومات حول السلامة الطرقية.